مشاهدينا مرحبا بكم. في عيد الأضحى كتظهر مجموعة من العادات الغذائية السيئة، عادات كتشكل خطر على صحتنا جميع. الأكثر من تناول اللحوم أسوأ عادة كترافق هذه المناسبة الدينية. في حلقة اليوم من فقرة صحتك في العيد غادي نحاولوا نتعرفوا معكم على أهم النصائح والإرشادات اللي خاص مرضى القلب والشرايين يتابعوها. دكتور شريبي ناصر مرحبا بك معنا. كيفاش كيأثر الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء على القلب والشرايين بالنسبة للشخص السليم؟ التغذية السليمة دائما خصها تنقسم اللحوم. استهلاك ديال اللحوم التوصية ديال المنظمة الصحية هي 2 نوبات 3 نوبات في الأسبوع، واليومين أخرى الواحد يأخذ السمك. وإلا كان الواحد تعمل استهلاك ديال اللحوم ما يكونوش فيهم الدهنيات بزاف. حنا العادة ديالنا هي تناخدو الغنمين اللي عنده الشحمة، دابا العيد ماجي بحال دابا بولفاف تنغلفوه بالشحمة، هادشي كله ماشي مزيان لا من ناحية ديال الصحة ديال اللي ما عنده شيء، ولا ديال المرض ديال القلب، لأنه تنعرفو بأنه الدهنيات عندها تأثير سلبي. هل شيء بالنسبة للشخص سليم، ماذا عن مرضى القلب والشرايين؟ الواحد اللي عنده القلب أول حاجة تنركزوا عليها هي الملح. الملح عادة تنمنعوها ولا تنقصوا منها بزاف على حساب الحالة ديال القلب وديال الانهباط. إذا كان انهباط ديال القلب خصو يزول الملح بصفة نهائية، وإلا كان عنده ضغط دموي مرتفع ولا عنده مرض خفيف في القلب تيمكن له يخفف. اللي خص الواحد يفهم هو ملي تنقولوا بانه تنقص من الملح، الملح ديال الماكله هي الثلث ديال الملح اللي تناكلو في الغداء كامل. ثلثين تيجيو في الخضار، تيجيو في اللحم، تيجيو في الحوت، تيجيو في السمك الى اخره. دكتور، عيد الاضحى كيتعتبر سبب من بين الاسباب اللي كتؤدي لارتفاع ضغط الدم، وملي تنقولوا ارتفاع ضغط الدم يعني تنقولوا مرض القلب والشرايين. نصيحتك لمرضى القلب والشرايين باش يتجاوزوا يعني الوقوع في مشاكل صحيه خطيره؟ اول نصيحه هي الواحد يتبع الادويه ديالو بحال اللي كان مسانس، لانه العيد غادي يجي في عطله صيفيه، بعد نوبات الناس تيخرجوا من ديورهم تيمشيو للوتيلات تينساو الادويه ديالهم ولا تينساو ياكلوهم، وهذا من اسباب ديال ارتفاع الضغط الدموي. ثانيا الضغط الدموي المزمن هو اللي خطا، اما ارتفاع ديال الضغط الدموي في فتره من بعد مجهود ولا من بعد ما الواحد تيسمع شي خبر سيء هذا ما عنده حتى تأثير، لانه نص ساعه من بعد تعاوتاني يرجع للطبيعه ديالو. الضغط الدموي المزمن مبني على الملح، هو واحد من الاسباب الاساسيه ديالو. وثانيا المشكل ديال التصفيه ديال الكلي، فاذن الا كان واحد عنده ارتفاع ديال الضغط الدموي عاوتاني نركز عليها، يتبع النظام ديالو العادي ماشي حيت العيد يبدل، لانه ملي تتكون مستنسب تتاكل ماكله اللي ما فيهاش الملح بزاف الذات ديالك تتكون ماشي عليها، وملي تزيد غير شويه ديال الملح تيقع التوتر وتيطلع الدم باش غادي يطلع 160 180، ويمكن يوصل الازمه اللي غادي يكون فيها مشاكل صحيه. دكتور، شنو هي النصائح اللي ممكن تقدمها للناس العاديين باش يتفاداو الوقوع في مشاكل كتتعلق بالقلب؟ النصائح ديالي نصائح عاديه اللي الواحد تيتبعها العام كله، ماشي في شي اي مناسبه بحال دابا كاين العيد كاين الصيام ديال شهر رمضان، هادشي كله تيتبدل فيه النمط ديال الاكل ديالنا، النمط ديال النوم، ديال المجهود البدني، وهادو هما اللي تاثروا ملي تجمع هادشي كله. اما الا كانت حاجه وحده ما كاين حتى مشكل، الانسان العادي الا عمل افراط في العيد غادي يوقع له مشكل ديال الجهاز الهضمي، ولكن بعد نهار ولا يومين ديال الراحه وديال العلاج كلشي غادي يتعود. الانسان اللي عنده مرض ديال القلب الخطر ديالو هو الانهباط ديال القلب. الانهباط ديال القلب تيجي الى زدتي الخدمه على القلب
ملي تيكون الواحد مرتاح للخدمه الوظيفه ديال القلب تتكون مزيانه، ويلا زدتيه شويه ديال الخدمه الزايده ما تيمكنلوش يتحملها. هي باش تيبان النهجه، تيبدا تيتنفس بصفه صعيبه، وتيبان النفخ في الرجلين. هادو هما جوج ديال الاعراض اللي تتبين بانه كاين انهباط ديال القلب. وهذا الشيء تيبان الى بدل واحد السلوك ديالو، ما حدو تيعيش بسلوك مضبوط في الناحيه ديال الاكل، من ناحيه ديال المجهود البدني، من ناحيه ديال النوم الى اخره، ومتبع الادويه ديالو، الحاله ديالو مزيانه. الى غير اي حاجه من هادو غادي يوقع توتر اللي يمكن يؤديه الازمه. مشاهدينا، هذه هي النصائح اللي خاص مرضى القلب والشرايين يتبعوها في عيد الاضحى تفاديا الوقوع في مشاكل كثيره. حلقه اليوم انتهت، نتلقى بكم في حلقه اخرى مع نصائح جديده.